السلام عليكم شباب اولى ثانوي الجميل. احنا يا جماعه النهارده ان شاء الله عندنا درس مهم جدا في الجيومتري، عندنا اسمه equation of the straight line. عايزين كده في الفيديو ده نظبط الدرس ده تماما، هو طويل شويه وفي افكار، لكن مع بعض بالراحه كده واحده واحده نظبطه ان شاء الله. اولا يا اساتذه، احنا خدنا موضوع equation of the straight line ده قبل كده من اول ثالثه اعدادي، بس تعالوا كده نفتكر مع بعض هو يعني ايه اصلا equation of the straight line. يعني يا شباب انا دلوقتي لو رسمت اكس اكسس واي اكسس بالشكل ده، ادي الاكس اكس داش واي واي داش، وجيت مثلا عند الاكس اللي هي بفور رسمت ستريت لاين معدي بيها، يبقى الستريت لاين ده اسمه اكس ايكوال 4. يعني الشيء المميز فيه ان اي بوينت على الستريت لاين ده هيكون الاكس كوردينيت بتاعتها 4، الواي اي حاجه هتبقى متغيره، لكن الاكس ثابته طول عمرها هتبقى 4. يبقى الايكويجن اوف ذيس ستريت لاين هي اكس ايكوال 4، يعني اسمه اكس ايكوال 4. طب لو جيت عند الواي مثلا بنيجاتيف 3 ورسمت هوريزونتال لاين كاتنج الواي اكسس بس عند النيجاتيف 3، يبقى الشيء المميز ان اي بوينت على اللاين ده الواي كوردينيت بتاعها يبقى نيجاتيف 3، فيبقى الايكويجن بتاعه او اسمه y equal negative 3. اما الشغل بتاعنا بقى لو كاتنج الاثنين، لو عملنا كاتنج للاكس اكسس وكاتنج للواي اكسس، كنا اللي خدناه في ثالثه اعدادي رول الناس فاكراها y equal mx plus c، دي تجيب لي الايكويجن بتاع الستريت لاين. طب مين الام؟ الام يا جماعه كان السلوب، وهنفتكر طرق السلوب حالا. مين السي؟ السي كانت الواي انترسبت، يعني اللاين بتاعي قطع الواي في بوينت اسمها كام. طيب عندنا يا شباب الجنرال فورم اوف ذا ايكويجن اوف اني ستريت لاين بيكون ax plus by plus c equal 0. لما يقول لك مثلا 2x plus 5y minus مثلا 9 equal 0، دي كده equation of straight line تقدر انت توصلها للشكل ده، تقدر تخليها y equal حاجة. فالشكل ده اسمه يا شباب general form of equation of straight line. ال a وال b وال c دول real numbers، ال a وال b not equal zero together، ما ينفعش الاتنين يبقوا بزيرو مش هيبقى line أصلا. This equation represented by a straight line، زي مثلا x plus root 3y equal 6، y equal 3 زي اللي قلناه من شوية، x minus 4 equal 0 اللي هو لو مشيت ده يبقى x equal 4، يبقى ممكن تبقى y بس equal او x بس equal او x و y مع بعض، كل دول straight lines. لكن لو خلي بالكوا احنا كل شغلنا linear، يعني power 1 power 1 power 1 power 1 لل x ولل y. لكن مثلا لو قال لي y plus root x، احنا كلنا اتعلمنا square root افكه اكثر root in over out، ده كانه 1 وكانه 2 فبقت x power half، كده دي بقت نوت لينير، يبقى ده نوت ايكويجن اوف ستريت لاين. الواي لو طلعت فوق تبقى واي باور نيجاتيف 1، ما بقتش باور 1 يا مستر، يبقى دي نوت ايكويجن اوف ستريت لاين. طيب بالراحه كده، اول حاجه هنفتكرها وهنقولها مع بعض ازاي نجيب السلوب اوف ذا ستريت لاين. تعالوا كده نفتكر مع بعض يا شباب طرق السلوب. لو انا مدي لك 2 بوينتس بالشكل ده x1 y1 و x2 y2، كان طريقه السلوب الشهيره جدا من ايام ثانيه اعدادي بنعمل y2 minus y1 over x2 minus x1، يعني مثلا 2 minus 3 over 4 minus 1 يديني السلوب. طيب تاني طريقه، لو اداني الجنرال ايكويشن اوف ستريت لاين ax plus by plus c equal 0 وقال لي هات السلوب، دايما يا جماعه كنا بنخلي الاكس والواي في ناحيه واحده الاول زي كده، يبقى السلوب نيجاتيف اي اوفر بي، يعني نيجاتيف كوفيشنت اوف اكس اوفر كوفيشنت اوف واي، زي مثلا لما قال لي كده 5x بلس 2y بلس 7 ايكوال 0، يبقى السلوب نيجاتيف 5 اوفر 2. حتى يا شباب لو الاكس جايه الثانيه يبقى لازم نيجاتيف اللي جنب الاكس على اللي جنب الواي حتى لو متلخبطه. طب لو جابها لي على شكل ثالثه اعدادي y equal mx plus c، في ثانيه واحده دي احنا حافظينها
السلوب هو الام، هو الجزء اللي جنب الاكس. يعني لما يجي يقول لي مثلا y equal 3x minus 5 يبقى السلوب ب3 والواي انترسبت 0 نيجاتيف 5. لكن لو قال لي the length of y intercept تقول له 5 units from the negative part of y axis. طيب لو هو كان مديني بقى الانجل اللي الستريت لاين بتاعي عاملها مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس، مع الاتجاه البوزيتيف ده، كنا قلنا ساعتها يبقى السلوب ايكوال تان الانجل. يبقى تاني بالراحه يا جماعه، طرق السلوب لو 2 بوينتس y2 minus y1 over x2 minus x1 1. حد يقول لي لو ax plus by plus c equal 0 يبقى السلوب نيجاتيف a over b، لو y equal mx plus c يبقى هي اللي جنب الx، لو مديني الانجل اللي مع البوزيتيف x axis يبقى tan theta. طب يا مستر لو مديني الانجل اللي مع النيجاتيف دايركشن اعملها minus 1 ايتي الاول واللي يطلع tan theta. طب انا عايز اسبق الدرس شويه، في حاجه بقى عندنا اسمها دايركشن فيكتور. دايركشن فيكتور يعني الاتجاه اللي الستريت لاين بتاعي ماشي فيه. لو هو ادالك دايركشن فيكتور A و B او X و Y، يبقى دي خامس طريقه نجيب بيها السلوب عندنا، وهي دي الجديده Y over X او B over A. لو ادالك دايركشن فيكتور يبقى Y over X. كده يا اساتذه احنا قلنا كل طرق ازاي اجيب الاسلوب. طبعا كلنا فاكرين وعارفين من ايام اعدادي برضو، لو الاسلوب طالع بوزيتيف بيبقى الستريت لاين انكريزنج من الشمال لليمين كده، فبيبقى عامل اكيوت انجل مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس. كل كلامنا مع البوزيتيف طبعا الناحيه دي. طب لو الاسلوب نيجاتيف بيبقى نازل كده ديكريزنج، فهتلاقيه عامل انجل اوبتيوس. طب لو السلوب زيرو قلنا بيبقى parallel to x axis، فبيبقى عامل انجل زيرو مع الاكس axis. طب لو السلوب undefined بيكون vertical line يعني perpendicular على الاكس axis، يعني الانجل ب 90 degree. دايما لما يقول لك the slope of x axis او the slope of any horizontal line او parallel to x axis، كل الكلمات دول معناها واحد، ان السلوب بزيرو. طب لو قال لك سلوب الواي اكسس نفسه او فيرتيكال لاين او بارل واي اكسس، معناها واحد ان السلوب ان ديفايند. طب لو انا جبت ان السلوب بتاع الاي بي ايكوال السلوب بتاع البي سي، هو المفروض زي ما هنقول دلوقتي يبقوا بارلل، ما دام الميل قد الميل مايلين بنفس الدرجه يبقى الاثنين بارلل. بس ازاي يا مستر بارلل وفي بوينت مشتركه اللي هي البي؟ مستحيل. ده معناه ان هم ماشيين ورا بعض. ساعتها هنقول ان ال A وال B وال C are collinear. collinear يعني on the same straight line. يبقى ازاي اثبت الكولينياريتي؟ لو لقينا سلوب ال AB equal سلوب ال BC، ما دام في بوينت مشتركه وسلوب قد سلوب يبقى هم collinear. طيب عامة يا شباب لو السلوب equal السلوب زي ما كنا بنقول دلوقتي، لو M1 equal M2 اللي هو سلوب 1 equal سلوب 2، يبقى L1 parallel to L2، يبقى the two parallel straight lines have equal slopes and vice versa. بالعكس صحيح، لو لقينا equal slopes يبقى هما parallel. طب ال perpendicular lines لو نفتكر بقى كان الملتبلاي او البرودكت بتاع التو سلوبس بنيجاتيف 1. خلي بالك احنا قلناها بطريقه اشيك. بص هو هنا قايلها ايه؟ قايل لك the product of the slopes of any two perpendicular straight lines equal negative 1 and vice versa. طيب احنا قلناها ازاي؟ قلنا لو لقيت لاين السلوب بتاعه 2 over 5 يبقى السلوب بتاع ال perpendicular عليه شقلب واقلب. شقلب واقلب. شقلب ده بقت 5 over 2 واقلب الساين بقت negative. بحيث فعلا لو عملنا ده ملتبلاي ده ال5 هتروح مع ال5، ال2 هتروح مع ال2، يتبقى نيجاتيف 1. طب امال يا مستر لو كانوا باراليل، لو ام1 ب2 اوفر 5 يبقى الباراليل ليها برضه 2 اوفر 5 عشان هم قد بعض، انما البربنديكولار هو اللي شقلب وقلب. طيب ده اللي احنا يا شباب قلناه من شويه اللي هو الدايركشن فيكتور. Definition of the direction vector of any straight line.
every non-zero vector can be represented by a directed line segment on a straight line is called a direction vector of this straight line. يعني ال x y ده اقدر اقول عليه direction vector لللاين L، ما هو ماشي معاه في نفس الاتجاه. ال z x ال z y اي حاجة فيهم اقدر اقول عليه direction vector للستريت لاين ال. direction vector يعني ماشي معاه في نفس الاتجاه بتاعه بالظبط، مش شرط يبقى قده لكن شرط يبقى في نفس الاتجاه، عشان كده اسمه direction vector. بيقول لي if u not equal zero واليو parallel للستريت لاين يبقى اليو برضه direction vector. دي اللي احنا لسه بنقولها، يعني مش شرط يبقى ستريت لاين على الستريت لاين، ممكن يبقى parallel ليه من بره كده برضه يتقال عليه direction vector. احنا سمينا الدايركشن فيكتور يا جماعه يو زي ما قلنا من شويه، لو اليو فيها اي وبي از ا دايركشن فيكتور ذن كي يو برضه دايركشن فيكتور. اشرح يا مستر الحته دي. لو انا عندي يا جماعه الراجل قال لي ان ال2 وال5 دايركشن فيكتور للستريت لاين ده، اهو ادي ال2 وال5، لو ضربت ده في 3 بقت 6 و15. طب يا جماعه هي ماشيه برضه في نفس الدايركشن بلغه الفيكتورز، هو الماجنتيود بس اللي اختلف، لكن هي برضو اهي تعتبر برضو دايركشن فيكتور لنفس الستريت لاين. يبقى يا شباب لو انت عندك يو او نمبر مضروب في اليو اللي هو بيقول عليها كي يو، كل دول يعتبروا دايركشن فيكتور لنفس الستريت لاين. يعني لو انا عندي دايركشن فيكتور 3 و 4 قال لي برضو يبقى ال 6 وال 8 تعتبر عشان اتعملت باي 2 اهي، نيجاتيف 3 ونيجاتيف 4 اتعملت باي نيجاتيف 1، 1.5 و2 اتعمل ديفايد 2، 15 و20 اتعمل تايم 5. اي حاجه من دول كلهم بارلل لبعض وكلهم يعتبروا دايركشن فيكتور للستريت لاين الاصلي. دي بقى الجزئيه اللي قلتها من شويه، لو اليو فيكتور اي وبي يبقى السلوب بي اوفر اي، اند فايس فيرسا لو السلوب بي اوفر اي اقدر اكتب منها الدايركشن فيكتور. يعني لو انا عندي دايركشن فيكتور 2 ونيجاتيف 3 يبقى السلوب نيجاتيف 3 اوفر 2 اهي، نيجاتيف 3 اوفر 2. طب العكس لو انا السلوب بتاع الستريت لاين نيجاتيف 4 اوفر 7، اقوم كاتب انا اليو اللي هو الدايركشن فيكتور 7 ونيجاتيف 4 عشان هي واي على اكس، فتبقى دي الواي واللي تحت هي الاكس. طيب نبدا بقى ندخل في الكلام المهم اللي احنا عايزينه عشان خلاص كده نبقى خلصنا شرح ونبدا اسئله. انا عندي يا جماعه different forms of equation of straight line. احنا اتفقنا الستريت لاين اقدر اكتبه بكذا طريقه. الطريقه اللي اتعلمناها في ثالثه اعدادي y equal mx plus c. الجنرال فورم اللي نعرفها من زمان ax plus by plus c equal 0. هو جاي النهارده يعلمنا طرق جديده. اول طريقه اكتب بيها ايكويشن الستريت لاين طريقه اسمها الفيكتور فورم او الفيكتور ايكويشن اوف ستريت لاين، بكتبها لو انا اعرف بوينت على الستريت لاين ودايركشن فيكتور. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني انا كباتن لو مديك ستريت لاين اهو عليه بوينت اسمها A، طبعا الاي دي بتتكون من اكس واي اكس 1 واي 1 مثلا، واديتك دايركشن فيكتور للستريت لاين ده. دايركشن فيكتور قلنا يعني بارلل ليه او عليه. الدايركشن فيكتور ده اسمه يو، ايه بيتكون من ايه وبي. اتفقنا بقى مع بعض، يبقى عندي حاجه اسمها فيكتور ايكويشن، هكتبها ازاي؟ ركز بقى، هتبقى ار ايكوال ايه اللي هو البوينت اللي على الستريت لاين الاصلي بلس كي يو. الكي ده رقم كونستنت، اليو اللي هو بيحطه كي بسيبها كي وخلاص، اليو ده الدايركشن فيكتور اللي هيكون مديها لي. طب الار دي يا مستر هي مين؟ الار دي يا شباب هي اي بوينت عايز تجيبها على الستريت لاين ده. احنا قلنا وظيفه الايكويشن اوف ستريت لاين تجيب لك اي بوينت انت عايزها على الستريت لاين. فانا هجيبها ازاي؟ الار دي اي بوينت سي اكس واي، عايز اجيب البوينت دي مثلا يا مستر، هقوم كاتب ايه اللي هي البوينت اللي انا جبتها زي ما هنشوف في الاسئله دلوقتي او اللي هو مديها لي بلس كي يو. اليو دايركشن فيكتور، الكي بقى لو مثلا حطيت الكي ب 1 تجيب لي مثلا البوينت اللي بعدها على طول، حطيت الكي ب 2 تجيب لي اللي بعدها كمان، الكي ب 3 اللي بعدها كمان، الكي ب نيجاتيف 1 ترجع تجيب اللي قبلها.
يبقى الكي ده رقم كونستنت يجيب لي البوينتس كلها. يبقى يا شباب اول فورم هنلاقيه عندنا في الامتحانات اسمه فيكتور ايكويشن ار ايكوال اي بلس كي يو. انا بقى ممكن ادي لك الشكل ده واقول لك طلع لي السلوب، فانت تطلع السلوب عن طريق اليو واي على اكس. طيب تاني شكل من اشكال الايكويشن التو بارامتريك ايكويشنز، يعني افصل الاكس لوحدها وافصل الواي لوحدها. مش احنا يا جماعه قلنا الار اكس واي، الاي اكس 1 وواي 1، الكي هسيبها كي، اليو اي وبي. تعالوا نفصل اللي فيهم اكسات لوحدهم واللي فيهم وايات لوحدهم، هيطلعوا لي تو ايكويشنز اسمهم بارامتريك ايكويشنز. يلا الاولى هقول اكس ايكوال اكس 1 بلس كي اي، اهي بفصل جزء الاكس كله لوحده. طب الواي ايكوال واي 1 بلس كي بي، اهي يبقى انا كده كاني فصلت الايكويشن المجمعه اللي هي الفيكتور على شكل اتنين ايكويشنز اسمهم بارامتريك، الاكس لوحدها والواي لوحدها. فانا برضو ممكن اجيبها لك اكس وواي واقول لك هات لي السلوب، فانت حضرتك هتبقى عارف ان السلوب بي على اي اللي هو بتاع اليو اصلا، بي اوفر اي. طيب تالت شكل، كل ده واحنا بنحل دلوقتي هتتعودوا عليه ما تقلقوش. تالت شكل الكارتيزيان ايكويشن اللي هو يعتبر شكل السلوب القديم. انا هنا يا جماعه لو اشتغلت ان انا افصل الواي والاكس تاني ونشتغل ونجيب فاليوز للكي، هتلاقي طلع معاك في النهايه واي ماينس واي 1 over x minus x1 equal b over a اللي هي السلوب اللي هي الام. يعني لو انا وديت دي بالماينس وديت دي بالماينس هتلاقي x minus x1 y minus y1 اهو x minus x1 equal ka y minus y1 equal kb. اعمل ده ديفايد اللي تحت ديفايد اللي فوق، هيطلع y minus y1 over x minus x1 اهي ايكوال الكي هتروح مع الكي بي اوفر اي، احنا قلنا اللي تحت ده بدل فوق اهو بي اوفر اي اللي هي السلوب. يبقى انا يا جماعه عندي ثلاث اشكال لايكويشن الستريت لاين، الفيكتور ار ايكوال اي بلس كي يو، البارامتريك افصل اكس وواي اكس ايكوال اكس 1 بلس كي اي، واي ايكوال واي 1 بلس كي بي، كارتيزيان واي ماينس واي 1 اوفر اكس ماينس اكس 1 ايكوال ام. طب نبدا كده نحل اسئله. السؤال يا جماعه الاول هنبدا بقى يا جماعه نستوعب اكتر بالاسئله ان شاء الله. السؤال الاول بيقول لنا find the different forms، يبقى عايز التلاته of equation of straight line which passes through the point دي، كده اداني بوينت عليها and u vector negative 2 1 is a direction vector of it. الله ده اداني الايه واداني اليو، ده انا كده اكتبها جاهزه على طول. اول شكل بنكتبه الفيكتور ايكويشن، يلا نحفظه مع بعض يا جماعه. R equal A plus KU، R بسيبها R اللي هي X و Y يعني equal، ال A هو مديها لي كتر خيره 3 و negative 2 plus K هسيبها K، ال U هو مديها لي negative 2 و 1، آدي أول equation. إيه ده يا مستر؟ هسيبها كده؟ آه والله هتسيبها كده. أقصى حاجة بس لو عايز ال R تكتبها X و Y عشان الجزء اللي بعده براحتك. كده الفيكتور equation خلص، حطينا ال A وال U بس. طب افصل يلا عشان تكتب لي البارامتريك x لوحدها y لوحدها. x equal 3 plus k في negative 2 فبقت x equal 3 minus 2k. طب y equal negative 2 plus k times 1 اللي هي k فبقت y equal negative 2 plus k. دول اسمهم parametric equations. طب التالتة الكارتيزيان فورم كانت يا جماعه لو فاكرين y minus y1 over x minus x1 equal m. طب يا مستر هو فين السلوب؟ يا باشا انت نسيت، ما انا مدي لك دايركشن فيكتور، يبقى السلوب y over x 1 over negative 2 اللي هي negative half فبقت y minus y1 ال y1 وال x1 دي اللي هي البوينت اللي انا مديها لك، y minus negative 2 بقت y plus 2 over x minus 3 equal السلوب نيجاتيف هاف. يلا كده نعمل انا وانتو كروس مالتيبليكيشن. طبعا هو ادى النيجاتيف لل2 عشان يخلي الاكس بوزيتيف، براحتك انت تعامل يعني. 1 باي اكس باكس 1 باي نيجاتيف 3 بنيجاتيف 3 equal
نيجاتيف 2 باي واي نيجاتيف 2 واي، نيجاتيف 2 باي 2 نيجاتيف 4، جمعهم كلهم جوه بقى جوه بعكس الساين، طلع لك الكارتيزيان ايكويجن او الجنرال فورم اصلا بتاعت ايكويجن الستريت لاين، لكنها اي اكس بلس بي واي بلس سي ايكوال 0 عشان هي جايه من الكارتيزيان اساسا. طب نتدرب اكتر يا جماعه، لو قلت لك هات لي الديفرنت فورمز اوف ايكويجن اوف ستريت لاين، اديتك البوينت اللي على الستريت لاين اللي هي الاي، واديتك السلوب اللي هو الام، هتقول لي يا مستر ما دام حضرتك مديني السلوب اقدر اكتب لك الاول اليو فيكتور. ما هو اليو يا مستر كانها السلوب، اقصد كانه واي على اكس، يبقى كده الاكس يا مستر ب 5 والواي بنيجاتيف 4. واحد يسالني يا مستر هو انت هتجيب اليو ليه؟ عشان انا في الفيكتور ايكويشن ار ايكوال اي بلس كي يو، فانا محتاج اليو. نكتب يلا الفيكتور ايكويشن، بقت ار ايكوال الاي هو مديهالي نيجاتيف 2 و 1 بلس كي، هسيبها كي اتفقنا، اليو جبناها 5 ونيجاتيف 4، ادي كده الفيكتور ايكويشن. عايز تكتب الار اكس واي براحتك، عايز تسيبها ار براحتك. طب ال two parametric equations افصل لي x و y، بقت x equal negative 2 plus k times 5 اللي هي 5k comma y equal 1 plus k times negative 4 يعني negative 4k. ادي البارامتريك. هتقول لي طب الكارتيزيان يا مستر، هقول لك يلا يا باشا y minus y1 اللي هي بتاعت ال a يبقى 1 over x minus x2 x minus negative 2 plus 2، كل ده يا مستر equal السلوب اللي هو كان negative 4 over 5. عايز توزع بالنيجاتيف براحتك، يلا نوزع كده اهو، نيجاتيف 4 في x بقى اسمها، ننزل بس ثواني كده، بقى اسمها نيجاتيف 4x، نيجاتيف 4 باي 2 بقى اسمها نيجاتيف 8 equal 5 باي y اسمها 5y، 5 باي نيجاتيف 1 اسمها نيجاتيف 5، جمع كله هنا عشان يبقى بالبوزيتيف، فبقت بوزيتيف 4x بلس 5y في مكانها بلس 8 ماينس 5 بلس 3 ايكوال 0، يبقى انت كده حضرتك جبت الجنرال فورم او الكارتيزيان فورم. طيب بدات العمليه تبان اكتر. طب لو هو قال لي هات ايكويشن الستريت لاين ومش مديني الدايركشن فيكتور ولا مديني السلوب بس اداني 2 بوينتس، فواحد يقول له يا مستر ما فيهاش مشكله، ما هو 2 بوينتس اجيب منها السلوب، هقول لك تمام. وكمان ممكن ايه، بصوا كده، لو انا مدي لك بوينت اسمها A وبوينت اسمها B وانا ماشي في اتجاه AB، يبقى الدايركشن فيكتور بتاعي اسمه AB. طب احنا خدنا في الفيكتورز يا جماعه في الجيومتري، اما اقول لك AB هتقول لي يا مستر يبقى B ماينس A، يبقى ده الدايركشن فيكتور بتاعنا. يعني ده على طول كده، لما اقول لك في بوينت اسمها P3 ونيجاتيف 1، بوينت اسمها N نيجاتيف 2 و 4، التو بوينتس دول على الستريت لاين بتاعي. أنا عايز الديفرنت فورمز. أول حاجة هتقول لي يا مستر يبقى اليو ايكوال، هو يا مستر بيقول لك PN يبقى N ماينس P. الـ N نيجاتيف 2 و 4 ماينس الـ P 3 ونيجاتيف 1، يلا X ماينس X Y ماينس Y، نيجاتيف 2 ماينس 3 نيجاتيف 5. 4 ماينس نيجاتيف 1 بقت 5. كده ده يا اساتذه اليو فيكتور. اقدر بقى منه اجيب السلوب واجيب كل حاجه. بص كده، ما دام جبنا اليو نيجاتيف 5 و5، على فكره احنا قلنا يو او كي يو مش فارقه صح؟ ففي ناس يقولوا لي يا مستر ايه رايك مثلا لو عملنا ديفايد 5؟ يعني بدل ما ناخد يو ناخد فيفث يو، تبقى سهله، تبقى نيجاتيف 1 و1. اقول لك مش فارقه على فكره، دي صح ودي صح، بس عشان هو في الاختيارات ممكن يلعب معاك بيها فعلا. انت لقيت نيجاتيف 5 و5، من حقك تسمبليفاي وتقول هي برضو اليو، عادي جدا. يعني من حقك تشتغل في المساله دلوقتي ان ده اليو او نيجاتيف 1 و1 هو اليو. لو اشتغلنا بالنيجاتيف 1 و1 هتقول لي يا مستر يبقى الفيكتور ايكويشن ار ايكوال، خلي بالك انت كده اشتغلت ان ماينس بي، يعني كانك خدت اتجاه بي ان، يبقى انا بادئ بالبوينت بتاعتي بي، يبقى نبدا بالبي اللي هي 3 ونيجاتيف 1 بلس كي
يو اللي هي نيجاتيف 1 و 1 ادي الفيكتور ايكويشن. البارامتريك اكس ايكوال 3 بلس كي في نيجاتيف 1 يعني نيجاتيف كي كوما واي ايكوال نيجاتيف 1 بلس كي باي 1 اللي هي كي. الكارتيزيان بقى y minus y1 يعني y minus negative 1y plus 1 over x minus x1 اللي هو 3 equal السلوب. السلوب y على x negative 1 over negative 1 1 over negative 1 بنيجاتيف 1 برضو كأنه over 1 ويعمل cross multiplication هيطلع لك في النهاية y plus x minus 2 equal 0. طيب حلو جدا يا أساتذة. الكويستشن اللي بعده أو الريماركس يا جماعة نقراها كده مع بعض وبعدين نشوف الأسئلة تاني. The equation of the straight line which passes through the origin point. لو أنا عندي straight line معدي بالorigin point. طب ما كده يا شباب كأن الـ A 0 0 يعني مثلا أقول A plus KU ركز كده. كده كأن الـ A مش موجودة اللي هي 0 0 فيبقى الـ vector equation R equal KU على طول. الـ U ده الـ direction vector. طب الكارتيزيان ايكويجن تبقى y equal mx مش احنا عارفين برضو من زمان ان y equal mx plus c على طول اهو. السي اللي هو الواي انترسبت هنا بزيرو يبقى مالوش لازم يبقى y equal mx. The direction vector of the straight line passing through the origin point and the point x1 y1 احنا قلنا هتعمل ده ماينس ده زي اللي فات لما عملنا n minus p. فانت كده كده هتعمل البوينت دي ماينس الاوريجن اللي هي 0 0 فملهاش لازمه فهيطلع هو هو الدايركشن فيكتور اكس 1 واي 1. طب ذا ستريت لاين ويتش بارلل تو اكس اكسس الله ده كده السلوب ب 0 اند باس ثرو البوينت اكس 1 واي 1 يبقى يعني بصوا يا شباب لو انا اديتك دلوقتي ستريت لاين ادي اكس اكس داش واي واي داش وجبت لك ستريت لاين بارلل للاكس اكسس يبقى الدايركشن يبقى الفيكتور 1 و 0 هو الدايركشن فيكتور ليه. 1 و 0 يعني يا دوبك مشي هنا بس كده خطوه واحده ده الدايركشن فيكتور بتاعه. ليه؟ عشان هو هيمشي في اتجاه الاكس بس هو ما مشيش فوق وتحت هو ماشي يمين وشمال فالدايركشن فيكتور هيبقى 1 و 0 فيبقى ساعتها الفيكتور ايكويجن ار ايكوال اكس 1 واي 1 اللي هو البوينت اللي معدي بيها بلس كي يو اللي هي 1 و 0. فانت هتقول لي يا مستر طب ما هو كده كده بارلل اكس اكسس يبقى السلوب بزيرو اللي هي كانها 0 اوفر 1 اهي جايه من هنا كده. الفيكتور ده زي ما هنقول عليه بعد كده اسمه اي فيكتور اللي هو 1 و 0 اللي هو خطوه واحده في اتجاه الاكس اكسس. اما العكس لو بارلل للواي اكسس فبمشي له دايركشن خطوه واحده في اتجاه الواي بنسميها جي اللي هي 0 1 فبيكون r equal x1 y1 plus ku اللي هو 0 1 طبعا 1 على 0 undefined. فمن الاخر بقى اللي احنا خدناه في ايام اعدادي لو انت لقيت البوينت هنا مثلا اسمها او بوينت هنا اهي اسمها 2 و5 وقال لك parallel للx axis يبقى الايكويشن بتاعتها y equal 5 ما هو قطع الواي بس. طب هنا يا مستر لقيتها negative 4 او خليها هنا مثلا نيجاتيف 4 و 5 وبارلل للواي يبقى اكس ايكوال نيجاتيف 4. يعني دايما يا جماعه اللاين اللي بارلل للاكس يبقى واي ايكوال اللي بارلل للواي يبقى اكس ايكوال. طب ذا ايكويشن اوف اكس اكسس بنقول واي ايكوال 0 على طول. المميز في الاكس اكسس ان كل الواي بزيرو. طب ايكويشن الواي اكسس اكس ايكوال 0 برضه المميز في الواي اكسس ان كل الاكسات بزيرو. يبقى في الاكس اكسس ار ايكوال كي 1 و 0 عشان كان البوينت الاوريجن الاي هي الاوريجن بوينت الار ايكوال كي 0 1. طب حلو جدا نكمل بقى يا شباب كده مع بعض. فايند ذا فيكتور فورم اند كارتيزيان فورم اوف ذا ايكويشن اوف ذا ستريت لاين ويتش باس ثرو ذا اوريجن بوينت اند ذا بوينت نيجاتيف 3 و 5. عادي جدا برضو زي السؤال اللي كان قبله كانه مدي لك 2 بوينتس تقوم انت قايل لي يا مستر يبقى اليو ده ماينس ده التاني ماينس الاولاني. طب ما هو كده يا مستر ماينس 0 مش فارقه يبقى اليو هو النيجاتيف 3 و5 يبقى السلوب واي على اكس 5 على نيجاتيف 3 حط النيجاتيف فوق مش فارقه
يبقى السلوب نيجاتيف 5 على 3. يبقى ال r فيكتور ايكوال اللي هو بقى الفيكتور ايكويشن a 0 0 قلنا ملهاش لازم بلس k u، يبقى k في ال u نيجاتيف 3 و 5. الكارتيزيان ايكويشن قلنا يبقى y ايكوال ام اكس، مفيش بلس سي بقى عشان برضو اوردر، يبقى y ايكوال نيجاتيف 5 على 3 اكس. اعمل كروس ملتيبليكيشن يبقى 3 y بلس 5 اكس ايكوال 0. طيب حته سريعه يعني، بيقول لي ذا بيربنديكولار دايركشن فيكتور اوف ذا ستريت لاين. طبعا يا جماعه احنا قلنا لو الدايركشن فيكتور بتاعي a و b، يبقى الدايركشن فيكتور اللي بيربنديكولار على على الـ على الدايركشن فيكتور بتاعنا، مش احنا قلنا لو تفتكروا شقلب واقلب فتبقى بي ونيجاتيف 1. شقلب واقلب يعني لو انا عندي الفور والفايف دايركشن فيكتور وانا عايز البيربنديكولار دايركشن فيكتور، تقوم عامل لي شقلب واقلب واحده فيهم، فبقت 5 و4 قلبت لل4 مثلا 5 ونيجاتيف 4، او قلبت ال5 نيجاتيف 5 و4. طب ايه يا مستر نيجاتيف 10 و8؟ ما احنا قلنا ممكن نعمل ملتبلاي اي رقم او ديفايد اي رقم عادي. فهو عمل تايم 2 وقلبه وعمل شقلب وقلب. تايم 2 كانت 8 و10، شقلب وقلب بقت نيجاتيف 10 و8. دلوقتي بيقول لي find the different forms of the equation of a straight line L which passes through the point نيجاتيف 3 و2. ادي اداني بوينت، انا كده يا اما عايز بوينت ثانيه يا اما عايز دايركشن فيكتور. ام قال لي بيربنديكولار على الفيكتور 1 و 4. طب ما هي سهله، ما دام بيربنديكولار على الفيكتور ده يبقى انا عشان اجيب الدايركشن فيكتور بتاع الستريت لاين بتاعي شقلب واقلب، شقلب بقت 4 و 1 واقلب ساين اي واحده. كده انت بقى عندك الدايركشن فيكتور بتاع اللاين بتاعك انت اهو، وكمان عندك بوينت على اللاين بتاعك انت. طب انت عايز ايه اكتر من كده؟ عندك بوينت وعندك دايركشن فيكتور، تبدا بقى تكتب القوانين وخلاص على كده. r equal a اللي هو البوينت اللي عندك بلس k u اللي هو الدايركشن فيكتور. البارامتريك فرق x و y، x equal negative 3 plus 4k، y equal 2 plus k في negative 1 يعني negative k. كارتيزيان بقى على طول اهو نبص عليها، y minus y1 اللي هي 2 over x minus x1 اللي هي negative 3 فبقت plus equal السلوب اللي هو b over a او y over x يبقى negative 1 over 4. cross multiplication وظبط واعمل simplify طلع لك المنظر اللي انت شايفه قصادك ده الجنرال فورم. طيب كمان يا مستر جاي بيقول لنا in the general equation of the straight line، ده الجنرال equation كلنا عارفين، the vector n vector اللي هو a و b يعتبر ال perpendicular direction vector. ليه يا شباب؟ لو واخدين بالكم احنا السلوب من هنا كنا بنجيبه negative a over b، فانت لو خدت اهو negative a over b ده السلوب لما اتعلمناه في اول الحصة لما يكون مديني general equation بالشكل ده، فانت لو عملت b ونيجاتيف a ده كده الدايركشن فيكتور بتاعك انت بتاع الستريت لاين بتاعك. طب لو عملت شقلب واقلب مثلا دي خليها بالبوزيتيف كده بقت بيربنديكولار ليك، يعني ده بقى البيربنديكولار دايركشن فيكتور للستريت لاين بتاعنا. يعني معلومه بس في النص يعني مثلا لو جه قال لك ايه 2x plus 3y plus 7 equal 0، هو احنا مبدئيا لو عايزين نطلع السلوب بتاعنا احنا نيجاتيف a اوفر b يبقى نيجاتيف 2 على 3، نيجاتيف اللي جنب الاكس على جنب الواي. لما يبقى نيجاتيف 2 على 3 فانت لو عايز تكتب دايركشن فيكتور بتاع الستريت لاين بتاعك هتقول لي يا مستر يبقى اللي تحت ده الاكس واللي فوق ده الواي. اما لو عايز اكتب بيربنديكولار دايركشن فيكتور بقى لينا شقلب واقلب، فتبقى شقلب خلي دي احسن بالبوزيتيف، لما تشقلبها بقت 2 و 3 ده البيربنديكولار لينا. يعني يا جماعه جاي قايل لي find the vector form of the equation 3x minus 2y plus 12 equals 0، هو يا اساتذه مدهاني general form وعايزني اجيبها له vector form. طب مبدئيا ال vector form عايز مننا a plus ku. طب ال straight line اهو، انت علشان تجيب
اتفقنا بيربنديكولار دايركشن فيكتور بسرعه يبقى 3 ونيجاتيف 2 عامه. يعني بصوا في ناس سريعه بدل ما تجيب السلوب وتجيب منه اليو يقول لي يا مستر بص انا هجيب البيربنديكولار واعمله شقلب واقلب يديني اليو. قلت له ازاي؟ قال لي يا مستر خلاص من هنا ورايح البيربنديكولار دايركشن فيكتور هو الاكس والواي زي ما هم 3 ونيجاتيف 2 ما دام هم في ناحيه واحده. شقلب واقلب الساين بقت 2 و3 ده الدايركشن فيكتور بتاعي كده يا جماعه انا جبت اليو. طب الراجل بيقول لي to get the vector form of the equation of this straight line we should search for getting a point on the straight line. This can be carried out by taking x or y any value. Then we get the corresponding value of y or x. يعني يا اساتذه مش انت عارف ان الفيكتور ايكويشن a plus ku اليو بقى معايا دايركشن فيكتور الكي بكتبها كي الار بكتبها ار اللي هي اكس وواي انا ناقصني الاي اللي هي بوينت اون ذا ستريت لاين. طيب ما دام انت عندك ايكويشن الستريت لاين ده تقدر تجيب اي بوينت عليه. اسهل طريقه احط مثلا الاكس بزيرو واحسب الواي او احط الواي بزيرو واحسب الاكس. هو مش لازم زيرو على فكره هو اي نمبر بس زيرو اسهل. لو حطينا الاكس بزيرو حد يحسب معايا كده دي راحت بقت نيجاتيف 2y ماشي 12 هناك بنيجاتيف 12 شيل النيجاتيف مع النيجاتيف ماشي 2 بالديفايد 12 ديفايد 2 بقت 6 هي دي الاي. يبقى يا جماعه عشان تجيب بوينت على الستريت لاين حط الاكس باي حاجه هات الواي حط الواي باي حاجه هات الاكس بس الاسهل احط زيرو. فانا كده بقى معايا بوينت ومعايا دايركشن فيكتور اقوم كاتب يبقى ار ايكوال 0 6 اللي هي البوينت بلس كي يو اللي هو 2 و3. طيب the equation of the straight line given its slope and the intercepted part from y axis احنا عارفينها دي اللي احنا قايلينها من ثالثه اعدادي y equal mx plus c امتى استخدمها؟ لو لقيته اداني السلوب والواي انترسبت. طب دي بقى اللي احنا عايزين نعرفها بقى الجايه دي the equation of the straight line given the two intercepted parts from the two coordinate axes. يعني لو ما ادالكش السلوب واي انترسبت لو قال لك انا قاطع عند الاكس عند النيجاتيف 5 وقاطع الواي اكسس عند ال 4 هات لي الايكويشن. هو طبعا في ناس يقولوا لي يا مستر ما البوينت دي يبقى اسمها نيجاتيف 5 و0 البوينت دي يبقى اسمها 0 و4 عندي 2 بوينتس يا مستر وليكن اي بي اقوم عامل لك يا مستر بي ماينس اي ادي لك اليو وكده كده هتبقى هبدا بالاي فتبقى اي بلس كي يو ده الار فيكتور. هقول لك صح انت جبت دي يبقى خلصت المساله. طب ليه هناخد الشكل الجديد ده؟ عشان لو هو جاب لك المساله على الشكل الجديد ده تبقى فاهم مين الاي ومين البي مش اكتر من كده. فاحنا لو اشتغلنا بستبس عاديه جدا وكارتيزيان وعملنا كروس مالتيبليكيشن هلاقي نفسي وصلت لشكل بيقول لي x over a plus y over b equal 1. مين ال a هو ال x intercept اللي هو هنا مثلا negative 5 مين ال b هي ال y intercept اللي هنا 4 كل ده equal 1. لو انا لقيت x over 3 minus y over 2 equal 1 وقلت لك مين ال y intercept ومين ال x intercept تقول لي يا مستر الستريت لاين ده قطع الاكس اكسس عند 3 يبقى 3 و0. اما يا مستر قطع الواي اكسس خلي بالك القانون المفروض بلس انا كتبتها ماينس يبقى قطع الواي اكسس عند 0 ونيجاتيف 2. يبقى اقدر من الشكل ده اعرف هو قطع الاكس فين وقطع الواي فين. طب اكزامبلز على الحته دي بيقول لي فايند الجنرال فورم بتاع الايكويشن اوف ستريت لاين اداني السلوب ب 3 وانترسبت من النيجاتيف بارت اوف واي اكسس 7. طب ما دي سهله مديني الام اللي هي السلوب ب 3 والواي انترسبت بنيجاتيف 7 عشان قال نيجاتيف بارت يبقى واي ايكوال ام اكس بلس سي هستخدم القانون ده يبقى واي ايكوال 3 اكس ماينس 7 قديمه دي يا مستر دي ثالثه اعدادي. طب الجايه بيقول لك ستريت لاين intercepts from the positive part of x 4 و negative part of y 3. كده مديني قطع الاكس وقطع الواي يبقى القانون بيقول x over a plus y over b equal 1.
ال A ب positive 4 عشان ال positive يبقى x over 4 plus ال B ب negative 3 عشان ال negative y over negative 3 كل ده equal 1. طب انت مش هتلاقي الشكل ده في الاختيارات، هتلاقيه فكها وعملها general form. تعال نتعلم بقى، ده 4 وده 3 اقوم ضارب الايكويشن كلها باي 12، ما هو 4 باي 3 ب 12، لما اضرب ده باي 12 12 على 4 يتبقى 3 بقى اسمها 3x، لما اضرب الترم ده في 12 12 ديفايد نيجاتيف 3 يتبقى نيجاتيف 4 فبقى اسمها نيجاتيف 4y، لما اضرب ال1 ال1 باي 12 بقت 12 دخلها جوه بالنيجاتيف بقت نيجاتيف 12 ايكوال 0، هو ده الجنرال فورم. طب جميل جدا يا شباب، بيقول لي the equation ax plus by plus c equal 0، ال a وال b طبعا not equal 0 together، خلاص تمام عرفناها is called the general equation. تمام، طيب بيقول لي بقى لو ال a ب 0 طب ما الشكل هيبقى by plus c equal 0 هنشيل بس ال ax ما خلاص بقت ب 0، فساعتها يبقى ال equation y equal negative c over b، كانك يعني بتسيب ال y لوحدها. في الحالة دي لو الاكس بزيرو يبقى بارلل للاكس اكسس، طب لو الواي هي اللي بزيرو يبقى بارلل تو واي اكسس، ساعتها هنشيل الواي يبقى اي اكس بلس سي ايكوال زيرو هتجيب الاكس لوحدها. طب لو السي هي اللي بزيرو الجزء ده كده فيها اكس وفيها واي، يبقى دي يا مستر ايكويجن باسنج ثرو الاوريجن بوينت ما دام السي بزيرو. طب الحتة اللي قلناها من شوية to find the point of intersection of the straight line with x axis put y equal 0 و to find the point of intersection of the straight line with y axis حط ال x ب 0. يعني لو انا عندي يا جماعه straight line انا عايز اعرف ال straight line ده قطع ال x axis فين، لو انا معايا ال equation بتاعت ال straight line ده مثلا 3x plus 4y minus 8 equal 0 انا عايز اعرف البوينت اوف انترسكشن مع الاكس اكسس، او محطط الواي بزيرو واحسب الاكس واقول الرقم، يعني مثلا هنا الاكس تطلع 8 اوفر 3 يبقى 8 اوفر 3 وزيرو. طب عايز احسب البوينت اوف انترسكشن مع الواي اكسس، ساعتها احط الاكس هي اللي بزيرو واحسب الواي، كانت هتطلع ده كده 8 ديفايد 4 ب 2 كانت هتطلع 0 و 2. طيب خلاص بنفنش يا جماعه اخر اسئله بقى. Find the measure of the positive angle which is a straight line 3x plus 2y plus 6 equals 0 makes with the positive direction of x-axis. Then find the points of its intersection with the coordinate axes. جماعة طبعا احنا عارفين قصة الانجل علاقتها ايه بدرس السلوب والستريت لاين، علاقتها ان تاني الثيتا هي السلوب. فانت هتقول لي يا مستر طب ما انا اقدر اجيب لك السلوب وهو مديني الجنرال ايكويشن دي نيجاتيف A over B زي ما حضرتك علمتني، فيبقى السلوب نيجاتيف 3 over 2، يبقى السلوب هو تان ثيتا، فكده طلع لي ان تان ثيتا ايكوال نيجاتيف 3 over 2. طب الشباب الشاطرة بقى عارفين من التريجنومتري ان انا عندي استيك رول، التان طلع هنا نيجاتيف، يبقى يا مستر يا اما سكند يا اما فورث عشان بالنيجاتيف. بس خلي بالك يا مستر من حاجة، حضرتك قلت لو السلوب نيجاتيف قلناها من شوية بيبقى ساعتها نازل كده، نازل يبقى عامل انجل اوبتيوس، اوبتيوس مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس، فساعتها هنقوم عاملين ايه الاوبتيوس اللي هو ما بين ال 90 وال 180 يبقى السكند كواد، تقوم انت عامل شيفت تان 3 اوفر 2 عادي خالص من غير النيجاتيف، الرقم اللي هيطلع ده بتاع الفيرست تقوم عامل 180 زي ما اتعلمنا في التريج ماينس الثيتا اللي طلعت يديك السكند كويت، طبعا الثيرد كان 180 بلس ثيتا، الفورث 360 ماينس ثيتا، فاحنا عملنا ثيتا 180 ماينس اللي طلع اداني الانجل دي هو ده الانجل اللي مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس. طب السؤال اللي بعده سهل قوي، عشان اجيب الانترسكشن بوينتس مع الكوردينيت اكسيز يعني مع الاكس مره والواي مره، عشان اجيب الكوردينيت بوينت او الانترسكشن بوينت مع الواي اكسس هحط يا مستر الاكس ب 0، لو انت حطيت هنا الاكس ب 0 اتبقى لك 2y بلس 6 ايكوال 0، ماشي ال 6 بالنيجاتيف وال 2 بالديفايد بقت نيجاتيف 6 ديفايد 2 اللي هي نيجاتيف 3، يبقى البوينت 0 ونيجاتيف 3 اهي،
طب to find the point of intersection with x axis حط ال y ب 0 اعكس على طول. لو حطينا ال y ب 0 راحت كده، اتبقى 3x plus 6 equal 0، يبقى ال x equal negative 6 divided 3 ب negative 2 دي x يبقى تتكتب الأول، يبقى مستر intersection point مع ال x axis negative 2 و 0. Prove that ان ال point A و B و C are collinear. لا خلاص احنا قلنا الكلام ده، هتجيب slope ال AB طبعا 2 points يبقى y2 minus y1 over x2 minus x1 طلع negative 1. هتجيب slope ال BC y2 minus y1 over x2 minus x1 طلع برضه negative 1. ما دام السلوب قد السلوب وفي كومن بوينت اتفقنا يبقى هما 3 بوينتس ار كولينير. اللي بعدها اي بي سي از ا تراينجل، اداني فيرتكس اي كوردينيت نيجاتيف 1 و 5، البي 4 ونيجاتيف 2، السي نيجاتيف 3 و 0، وقال لي هات الايكويجن بتاعت الستريت لاين. انهي بقى ستريت لاين يا مستر؟ انا خلاص عرفت ازاي اجيب اي ايكويجن، بس قول لي انت عايز انهي. passing through the vertex A، طب مصلحة كده عندي point الحمد لله، perpendicular to BC، سهلة جدا. عايز equation اللاين ده اللي هو يا مستر passing it. مش انت عارف ان equation اللاين الاصلية اللي هي الفيكتور equation R equal A plus KU، A اللي هي point على الستريت لاين، هو هنا قال لي البوينت اللي على الستريت لاين هي negative 1 و 5 plus K، فاضل لي بس اليو. طب تعالى بالراحه يلا نفهم الحته الجميله دي. مين يا مستر اليو؟ ده الدايركشن فيكتور للستريت لاين بتاعنا اللي هو ماشي كده. طب يا مستر انا مش عندي هنا بوينت ثانيه اجيب منها اليو، اعمل ايه؟ هو قال لك بيربنديكولار على البي سي. طب ما احنا ممكن نجيب سلوب البي سي ونعمل شقلب واقلب. انت علشان تجيب البي سي هتعمل سي ماينس بي مثلا. لو عملنا c minus b x minus x negative 3 minus 4 ب negative 7 0 minus negative 2 ب 2 ده يعتبر الدايركشن فيكتور بتاع ال c b. طب انا مش عايزه هو، انا عايز البربنديكولار بتاعنا، يبقى شقلب واقلب يدي لك ال u بتاعتنا. شقلب بقت 2 و negative 7، اقلب النيجاتيف اسهل تبقى 2 و 7 كده انا جبت ال u. يبقى يا شباب ما دام ادالك بيربنديكولار على بتاعنا هات البيربنديكولار الاول، ده ماينس ده، حتى ممكن تجيبها بسلوب يعني سهله، بس الاسهل اعمل ده ماينس ده على طول. ده ماينس ده اداك الدايركشن فيكتور بتاع البيربنديكولار، يبقى بتاعنا احنا شقلب واقلب كده بقت ار ايكوال اي بلس كي يو. طب ده يا مستر لو طلب الفيكتور فورم، لو هو قال لي هات الكارتيزيان فورم اقوم قايل له واي minus y1 اللي هي 5 over x minus x1 اللي هي negative 1 بقت plus. كل ده يا مستر equal السلوب y على x 7 over 2 بقت اهي بالمنظر ده. cross multiplication بقى تعالوا كده ننجزها، 7 by x بقت 7x plus 7 by 1 بقت 7 equal ال 2 في البراكت بقت 2y minus 10، جمعهم لي كلهم جوه بقت 7x minus 2y 7 plus 10 بقت plus 17 equal 0. اخر حاجة معانا ونبقى خلصنا تماما. مثلا اللي احنا عارفينه هنفوته بقى، بيقول لي هات لي general equation لو الستريت لاين بيعدي point 3 ونيجاتيف 1 والسلوب نيجاتيف 3 و4، سهلة y minus y1 على x minus x1 equal slope وتعمل cross multiplication. طب straight line معدي point واداك انجل مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس برضه سهل، ادي البوينت انجل اعمل تاني الانجل اداني السلوب، بقى عندي بوينت وسلوب يبقى واي ماينس واي 1 على اكس ماينس اكس 1 ايكوال السلوب كروس ملتيبليكيشن. خلصت ستريت لاين معدي بالبوينت دي وده الفيكتور ايكويجن بتاع الفيكتور الدايركشن فيكتور بتاعك. طب ما هي سهله دايركشن فيكتور، يبقى السلوب واي على اكس 1 على 3 بقت y minus y1 على x minus x1 عشان عندي البوينت اهي equal السلوب كروس ملتيبليكيشن. خلاص بقى اتعودنا ستريت لاين معدي بالبوينت دي وبربنديكولار على الفيكتور ده. طب ما دام بربنديكولار على الفيكتور ده يبقى مش ده السلوب بتاعي، الاول الدايركشن فيكتور بتاعي انا شقلب واقلب
فبقت 5 واقلب ساين ال 1 احسب، يبقى السلوب y على x 1 اوفر 5، يبقى y ماينس ماينس 2 اللي هي y بلس 2 على x ماينس 4 ايكوال 1 على 5. يبقى يا جماعه عشان اجيب الجنرال ايكويشن بسهوله قوي محتاج بوينت ودايركشن فيكتور، كروس مالتيبليكيشن خلصت. طب ستريت لاين معدي بالبوينت دي، الله، بارلل للاكس اكسس قلنا يبقى واي ايكوال الرقم على طول بتاعها من غير تفكير. بارلل للاكس اكسس يبقى واي ايكوال 7، اللي هو لو عايز تدخل ال 7 جوه عشان تديك الجنرال ايكويشن يبقى واي ماينس 7 ايكوال 0. ما هي الجنرال ايكويشن بتبقى دايما ايكوال 0. طب لو قال بارلل لواي اكسس كنا نقول اكس ايكوال نيجاتيف 3. طب ستريت لاين باس ثرو تو بوينتس ده وده، سهله جدا، اجيب منها السلوب y2 ماينس y1 على x2 ماينس x1، السلوب طلع ب 5، امسك اي بوينت منهم وليكن الاولى 4 ونيجاتيف 2 تبقى هي x1 y1، يبقى y ماينس y1 اوفر x ماينس x1 ايكوال m اللي هو السلوب كانها اوفر 1 كروس مالتيبليكيشن، جبت الجنرال 4. طب ستريت لاين نعدي بوينت وبارلل للستريت لاين، هتقول لي يا مستر ما هو بارلل للستريت لاين اقدر اجيب منه السلوب يبقى سيم سلوب. قلت لك ليه؟ قلت لي يا مستر ما انت علمتني لو لاين 1 بارلل للاين 2 يبقى سلوب 1 ايكوال سلوب 2. هقول لك طب يا حلو يا جميل، هو انت هتجيب ازاي سلوب من الشكل ده؟ تقول لي يا مستر ايه يا مستر؟ ما هي نيجاتيف اي اوفر بي ما دام ايكوال 0 والاكس والواي جنب بعض، يبقى نيجاتيف كوفيشنت الاكس على كوفيشنت الواي نيجاتيف 2 على 3. واحد يقول له يا مستر انت مره بتقول نيجاتيف اي اوفر بي ومره بتقول بي اوفر اي اللي هي واي على اكس. اقول لك يا جميل لا ركز، بي اوفر اي او واي اوفر اكس ده لما يكون مدي لك دايركشن فيكتور اللي هو اليو، لكن مدي لك جنرال فورم اوف ايكويشن اوف ستريت لاين يبقى نيجاتيف اي اوفر بي. كده يا جميل عندك بوينت، عندك سلوب، يبقى واي ماينس واي 1 اوفر اكس ماينس اكس 1 ايكوال سلوب كروس مالتيبليكيشن، جبت الجنرال فورم. اخر واحده مدي لك بوينت وبيقول لك ان اللاين بتاعك بيربنديكولار على ستريت لاين تاني السلوب بتاعه 5 ار 2. انت قلت لي يا مستر لو الاثنين بيربنديكولار المفروض يا مستر يبقى ام 1 تايم ام 2 بنيجاتيف 1، لكن حضرتك قلتها بطريقه حلوه، حضرتك كتبتها كده من شويه شقلب واقلب، فبدل ما السلوب يا مستر 5 اوفر 2 لا يبقى السلوب بتاعنا نيجاتيف 2 اوفر 5، شقلب واقلب. فبقى عندك سلوب وعندك بوينت، يبقى y ماينس y1 اوفر x ماينس x1 ايكوال السلوب كروس مالتيبليكيشن، جبنا الجنرال فورم اوف ايكويشن اوف ستريت لاين. ده يا شباب كان درس الايكويشن اوف ستريت لاين، طبعا درس ضخم جدا وكبير وافكاره كتير، بس حاولنا على قد ما نقدر نلمها. عايز الناس تذاكر الفيديو ده كويس جدا وتبدا تحل عليه كتير عشان نتعود على الدرس ده، عشان هنبعت حاجات تانية ان شاء الله بعدها، مش عايز حاجه تتراكم عليه. بالتوفيق يا شباب، والسلام عليكم.